قال الأمين العام للجامعات العربية أحمد أبو الغيط إن استعدادات الجزائر للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح وثاني نوفمبر المقبل تجري بطريقة جيدة للغاية. أبو الغيط وفي تصريح خاص به قناة الجزائر الدولية أضاف أن هدف زيارته إلى الجزائر يتعلق بمشاورات سياسية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان العمامرة واستكمال المحادثات بشأن هذا الاستحقاق الهام. الاستعدادات جيدة للغاية والجهد رائع وهناك نوايا مؤكدة للعمل على إنجاح هذه القمة. منذ عدة أيام وصل وفد من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي وقام بجولة كاملة والتقى بهيئة الإعداد والتنظيم وعاد وعرض تقرير متميز ممتاز. هدف الزيارة اليوم هي مشاورات سياسية. سوف ألتقي بوزير الخارجية الجزائرية رمضان العمامرة هذا المساء وباكر إن شاء الله أتشرف بمقابلة سيادة الرئيس عبد المجيد تبون ثم أغادر فورا إلى القاهرة لكي نتفق على اللمسات الأخيرة للقمة وأعود مرة أخرى مع انعقاد اجتماع وزراء الخارجية.